اهلا بكم من جديد واهلا بضيوف الكرام الاستاذ برجس البرجس والاستاذ عقل الباهلي والاستاذ صالح الشيحي والاستاذ عبد العزيز السويد والانظمه التالي. أخلت المؤسسة العامة للتقاعد مسؤوليتها عن عجزها ووضعها المالي الحرج لحساباتها التقاعدية بشقيها العسكري والمدني، وأرجعت المؤسسة الأزمة الحاصلة إلى خفض سن التقاعد النظامي والشروط الميسرة للتقاعد المبكر ومتغيرة اجتماعية مثل ارتفاع متوسط الأعمار وسن الدخول للعمل، إضافة إلى زيادة المنافع من دون تغطية تكاليفها. وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي أمام مجلس الشورى إن من أسباب العجز زيادة المعاشات وعدم مراعاة الكلفة المترتبة على حسابات التقاعد والقرارات الصادرة عن جهات العمل الحكومية مثل تعديل سلالم الرواتب والتحفيز على التقاعد المبكر وغيرها، إضافة إلى عدم مشاركة المؤسسة في اللجان الطبية الخاصة بإثبات حالات العجز الصحي. عبد العزيز، الحين المؤسسة تقول عندها أزمة وفي المقابل في مطالبات بزيادة رواتب المتقاعدين، كيف شايف أنت الأزمة؟ كيف يمكن علاجها؟ ولازم نعرف أسبابها. أي يقول زيادة الرواتب وزيادة أي طبعا التقاعد المبكر وجهة نظرهم. أي العجيب أنه إحنا يعني نعرف أنه فيه مجلس إدارة لمؤسسة التقاعد ومجلس إدارة، هل هو ما أدري يعني تغير الأشخاص اللي فيه ولا ما تغيروا، وإحنا ندفع ثمن أنه وزارة المالية كانت مسيطرة على كثير من الأمور، يعني رئيس وزير المالية هو رئيس مجلس إدارة هنا ورئيس مجلس إدارة هنا. استثمارات المؤسسة، يعني خلنا نأخذ نموذج، يعني 10 سنوات من وضع حجر أساس مركز الملك عبدالله المالي صرفت فيه مؤسسة التقاعد الله أعلم يعني الرقم 10 سنوات أنت بنيت شيء ولا استثمرت ولا في عائد، ما في عائد ولا في أمل الآن أنه تحصل على عائد. مدري أنا الحديث اللي هو أنه شراه الصندوق ولا ما شراه، يمكن أنه محاولة إنقاذ يعني وضعه منطقة حرة ولا شيء من القبيل. لكن أنت شوف كيف التفكير الاستثماري، مؤسسة التقاعد لازم تحاسب يعني. صحيح. يعني وبعدين أنه ما كانت يعني المتقاعدين برغم أن هذه أموالهم هم لا يعلمون عنها شيئا ولا كيف تدار. فيه أكثر من عملية استثمارية في سوق الأسهم ولا في اكتتابات فشلت مؤسسة التقاعد. ايه؟ دخلت فيها برغم المؤشرات كانت أنها لا تدخل ودخلت فيها وخسرت. طيب وش قصدك بس باختصار أنه المتقاعدين ما يدرون نعم كيف تدار؟ هل ترى أنه لازم يتدخلون؟ لا مو بيتدخلون، أنه يصير فيه شفافية أنهم يعرفون فعلا كيف تدار المسألة. يعني مثلا بعض مثلا الحديث اللي هو يأتي من الكواليس أنه مدراء الاستثمار اللي يديرون أنهم في إخفاقات عندهم لكنها ما تعلن. برجس، هل أنت مع التسهيلات اللي يعني في منح التقاعد المبكر أو أنه يصير لازم يصير في وضع الشروط يعني طبعا نتكلم عن مصلحة التقاعد ونتكلم عن التأمينات الاجتماعية. والمشكلة أنه أنت عندك نظام والنظام ماشي لسنوات، الآن تأتي بعد ما استثمرت الناس وضعت أموالها لثلاثين سنة وأكثر وتجي تقول أنا ما عندي فلوس أرجعها للناس، هذه مشكلة كبيرة. صحيح. أنت أنا ربما أختلف عن الكثير بنظام التقاعد المبكر، أنت تستثمر على الطفل من الولادة إلى يصير عمره تقريبا 22-23، بعدين من علاج وتعليم بعدين تلحقه بالعمل. بعد ما يلتحق بالعمل مثلا في القطاع العسكري يشتغل إلى يصير عمره 43-44 بعدين يطلع تقاعد إجباري، ترى ما هو تقاعد يعني اختياري. وفتح عملية فتح التقاعد المبكر ترى هذه تضر في المواطن أكثر ما تضر في التأمينات. أي. يعني هو مفروض يعمل إلى 60 على أساس يقدر يستفيد منها، ما يطلع بدري، ما يمشي بدري. الكثير يتحدث عن التقاعد المبكر لخلق فرص وظيفية للآخرين أو أعطاء فرصة للآخرين، هذا علاج الخطأ بالخطأ. المشكلة الكبيرة أساسا هي عملية التقاعد المبكر هذه لازم ينظر لها. الاستثمارات لازم تكون شفافة، عندنا أخفاقات يعني لابد أن يكون عندنا أخفاقات كثيرة في الاستثمارات وإلا ما كان تحدثنا عن خلل في الوعود المستقبلية. أنا أرى أنه صندوق أسود كل الأثنين ولا وكل إدارة تأتي في وقت ما
يعني ربما انها تحاول وربما انها تبذل مجهود على اساس تسعف اللي ما يمكن اسعافه، ولكن في الاخير يعني هي وقتيه. لابد ان يكون في اكسترنال اوديتور، يعني ديوان المراقبه وين هو عن التفتيش؟ هو اساسا ديوان المراقبه محاسبي، هو اساسا تخصصه محاسبه. صحيح. صحيح. وين ما يشتغل على هذه؟ يعني هنا صحيح. هذا هو الاساس، لان لما يطلع عندك ناس تقاعد، انت عندك الان 500,000 تقريبا، تجي بعدين تقول ما عندي رواتب لكم، مشكله. هذه مشكلة كبيره. صالح ايضا مؤسسة التقاعد تشتكي انه ما في تنسيق معها في القرارات الصادره من الجهات الحكوميه الاخرى. شوف رئيس مجلس اداره المؤسستين او وزير الماليه ومحافظ التامينات الاجتماعيه ورئيس مؤسسة التقاعد أمضوا سنوات طويلة في الجهاز الحكومي في البلد، أمضوا سنوات طويلة وواكبوا وفرات مالية هائلة. واحد من اثنين، إما أنهم فشلوا طيلة هذه السنوات، فشلوا فشل ذريع أو حدث شيء لا نفهمه وبالتالي يجب أن يخرجوا ويعترفوا بهذا الفشل، أو أنهم سلموا خزينة وعوائد كبيرة تضمن مستقبل متقاعدين، وبالتالي الخلل في المؤسسة أو في إدارات المؤسسة الحالية وفي وزير المالية الحالي. أما أن تعالجوا أخطاءكم في السابق بفرض رسوم على المتقاعدين الآن ومن يرغب في التقاعد، هذا الخطأ خطأكم أنتم، وأنتم من يجب أن يتحمل هذا الخطأ. طيب حصل الخطأ، إيش الحل في نظرك؟ يعني حصل خطأ، لنفترض مثلا تراكمي أو زي ما قال عبد العزيز قبل شوي، يعني أنه سوء في الاستثمار أي شيء، الآن ما هو الحل؟ المحاسبة، أين ذهبت أموال الناس طيلة سنوات طويلة؟ أين ذهبت؟ استثمرت بعضها في استثمارات يعني فيها مخاطرة يبدو. اكشفوا الأوراق أمام الناس وأخبروني. طيب إذا كشفوا الأوراق قدام الناس، إيش بيقولوا الناس؟ إذا كان الخطأ غير متعمد أو الأمور، ما أظن في شيء متعمد، بس إذا حصل يا سيدي كريم، الامور لا تقاس بالظن. لماذا تستثني الفساد؟ لماذا تستثني الفساد؟ يعني خلينا نكون صريحين شوي. طيب الفساد موجود في كل القطاعات الحكوميه يا اخي، يعني كثير معروف. انت كنت تاخذ من كل متقاعد نسبه من راتبه الشهري اللي هو كان يفترض يعطيه لاولاده. كيف كنت تتصرف بهذه الاموال وتاتيني اليوم لتخبرني عن مستقبل سيء ينتظر المتقاعدين؟ هذا ليس كلام يؤخذ، يجب أن تكون هناك محاسبة ومكاشفة وتخبرونا وتتحملون أخطاءكم. نحن لا نتحمل. يتحدثون بصوت عالي لحل المشكلة، باين كويس. أنا دائما أقول إنه الواحد يعترف بالمشكلة. هم يريدون حل المشكلة على حساب المتقاعدين. على حسابنا نحن. هم ما اعترفوا بخطأ مثلا. وبعدين هم اعترفوا بأزمة. بأزمة هي وإحنا نتكلم عن مؤسسة. ويهمنا المؤسسة، يعني الأشخاص يروحون، يعني قصدي إنه قد يكون الإدارة الحالية ما لها علاقة بما حصل. لكن لكن احنا نتكلم عن المؤسسه بما لان هي اللي امامنا. في الاخطاء المحاسبه والمكاشفه اللي انت تقول وش الفائده يعني اللي تطلعوا انها على الاقل تؤسس لعدم تكرارها. احنا مشكلتنا هذا هو في بين قوسين عفى الله عما سلف، هو هذه قاعده تستخدم، فبالتالي كل إدارة جديدة تأتي تمارس نفس الشيء بشكل أو بآخر. فاحنا نفترض حسن النية ولكن هذا يتكرر وكل خطأ ظهر هالمواطن المسكين. أيه. الحين أخطاءكم لها كم سنة والحين تفرض رسوم على المتقاعدين بعد. ايه طيب عقل ايش تعليقك انت؟ يعني ما طبعا اضافات كبيرة، بس اعتدنا الحين كل الأجهزة. ايه الحين كم قالوا سبب هم من الأسباب اللي أدت إلى المشكلة، هم عددوا. ايه طول الأعمار. ايه من طيب طول الأعمار يوم يقولون 60 ولا يقولون الحين صار المواطن التزم في النظام ما قدر ما مات لازم يموت حسن الصحة العامة التزم المواطن لازم تموت بهالنظام قالوا 60 تقاعد يوصل 60 تقاعد طيب ايش علاقته بالفساد والفوضى اللي تحدث الان وانتم جايين كل الفقرات اللي جايبينها في المشكلة ما فيها ولا واحدة تخص التقاعد يقول يعني انتم ما عندكم ولا مشكله انتم في داخل قولوا طيب احنا سوينا استثمارات على الاقل عشان الناس يصدقون قولوا احنا مره اخطانا سوينا استثمار في هالجانب وفشل وممكن تراجعون ليش فشل بس كلش وفي النهايه هذا المسكين ابو التقاعد يرجعون عليه يقول يدفع كل امره بعدين اذكر انا بس ما يقولون التامينات هالحين قعدنا كم
يوم كانوا ياخذون من العمال الاجانب تامينات كم قعدنا؟ مش اقل من 10 سنوات. زين كانوا ياخذون من القطاع الخاص والعامل ما يدفع ولا ريال، ياخذون من التقاعد ويدفعونها له في ديرته. ولا كم ارسلوا لديرته؟ كم يعني؟ كم تتخيل انت؟ طيب انا ما عندي احصائيات، بس العمال راحوا ولا عاد احد يعني. طبعا الناس في بلدانهم طالبوا وراجعوا السفاره، بس كثير منهم نسي الموضوع. مليارات قعدت عندهم، وين راحت هذه؟ كل التقاعد كم عنده؟ بس تشوف انت مشاريع، تشوف انت الان مشاريع عندهم. طبعا تتكلم هذا في الجزئيه ذي هي اللي تخص التامينات. التامينات إيه؟ والتامينات على فكره انا ما اعرف، بس اشوف لهم تصريحات، ما شفت هذا خص التقاعد. التامينات فيه التصريحات تقول ما عندنا مشكله. إيه؟ يقولون ما عندنا مشكله. انا اعتقد مجلس الاقتصاد إيه؟ والتنميه ما راح يطوفها. ها؟ مجلس الاقتصاد والتخطيط إيه؟ يعني ما الاقتصاد والتنميه ما راح يطوف هذه، بيطلب مراجعه. شوف يا ابو عبد الله، الحل إذا كان هناك رغبة، بس طبعا في قضايا، بس مثلا إيه؟ مواضيع الفلوس أنا ما أدري من وش الحل. الحل أول شيء يكون هناك رأي قوي جدا إيه؟ من ضيع الفلوس يعطي الناس فلوسهم، سواء رجال الدولة سواء أحد. أما أنه تقول هذا من حيث المبدأ إيه؟ ويشكل لجنة تحقيق ويقال للناس، بس مو بيقال لهم علشان يحط عليهم ضرائب من جديد. هذا بيموت الرجال، تبي تبدأ تضيف عليه بعد. طيب. عندك كهرب وعنده ماء وعنده بنزين فاصل ثم نعود إليكم.